السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه اخواتي واصحاب الغاليين من كل مكان حوالين العالم؟ معانا النهاردة كده حبة حاجات هنعملها سوا كتيرة في الفيديو دوت. ربنا يكرم، الوقت يكفي ان شاء الله. اول حاجة معانا الزوج دوت هنخرجه للبيع، هفرجكم عليه دلوقتي وهقول لكم سعره ايه للناس اللي بتدور على حاجة تكون مميزة. تاني حاجة معانا الرز الالبينو دوت طالع شحن باذن الله على 100 غمر، 100 غمر دي بلد تبع المنصورة. واخر حاجة بقى هفرجكم عليها، ودي اول حاجة هنبدأ بيها، هي العصفور اللي كنت فرجتكم عليه في اخر فيديو، اللي كنت بقول لكم عليه ان الام نتفت الريش وبتاع. هوريكم حاجة دلوقتي كده غريبة سبحان الله، بقول لك قليل البخت يلاقي مش عارف ايه. تعال نلف الكاميرا ونكمل الفيديو بتاعنا. دوت الزغلول هو بتاعنا اللي كنت بقول لكم عليه، انا كنت حاطه مع مجموعة الزغاليل اللي هي هنا ديت، اللي فيهم بلاك وينج وحاجات تركيبات كده، حاجات محترمة سبحان الله، كلهم كويسين ما بيعملوش اي شقاوة ولا بيعملوا اي مشاكل. واول ما يجوا يعملوا مشاكل يعملوه مع الغلبان دوت. بصوا عملوا ايه فيه، نتفوا الريش اللي موجود عند الظهر بتاعه من ورا، بصوا ده كان فيها انابيب دم كده، نتفوها له وبهدلوه يا عيني. صدق المثل اللي بيقول قليل البخت يلاقي العظم في الكرشه، يعني حتى الزغاليل الصغيره لما تحب تلعب وتعاكس ما تجيش غير مع الغلبان ده وتطلع عينيه. انا اكلته طبعا يدوي وعزلته وحاطه دلوقتي في قفص لوحده عشان اكون مطمن عليه ان محدش يجي جنبيه. خليك هنا كده يا عم صاروخني البعيد الهادي، طبعا هو مش هيعرف يطلع لسه، بس بيحاول بقى يقعد يعافر وكده لان هو مش واخد على ان هو يمشي على السلك، هو متعود ان هو يقعد جوه البياضه ويقعد يلعب، فما هوش عارف بقى ان هو ايه يجري ويلعب وكده على السلك عشان الفتحات بتاعت السلك ديت صوابع رجليه عماله بتقع منها. الدم اللي موجود على الريش دوت خلال يومين ثلاثه هينشف وهيبقى كويس، وصحه العصفور هتكون كويسه، والريش اللي موجود على الظهر بتاعه دوت اللي هو مش موجود ان شاء الله خلال يعني نقول ايه اسبوعين كده او ثلاث اسابيع بالكثير هيبدا يزغب تاني ويكتمل الريش بتاعه باذن الله. هو عمال بيعافر وعمال بيجري اهوت ما شاء الله، ما هوش مستسلم للتعب او ان هو خايف او تعبان، فدي حاجه مطمناني عليه. يلا بينا نكمل الفيديو بتاعنا. الزوج اللي معانا دوت هنخرجه للبيع باذن الله، ده زوج لانتاج البلاك وينج فول الكتفين للناس اللي بتدور على الاحتراف في تربيه طيور الزينه وان هي تشتغل بعصفور يكون مميز. خلينا اجيب مثلا مين اللي هيجي في ايدي الاول. تعالى البنوته هي اللي جت في ايديا، تعالى يا بت تعالى. البلاك وينج من الطيور المطلوبه اللي سعرها عالي وناس كتير عماله بتدور عليها في السوق اليومين دول، بالاخص البلاك وينج الفلل. كلامي مش على البلاك وينج اللقرع، بتكلم على الحاجه الفلل الكتفين. وادي البنوته معانا اللي هنطلعها مع القص بتاعنا. عدوا كده الريش اللي في الكتف الواحد ما شاء الله متخطي العشر ريشات، حجم العصفوره كويسه، دي بنوته كبيره جاهزه للانتاج. الكير بتاعها هي بني، الكتف الواحد بسم الله ما شاء الله كثيف جدا، والكتف الثاني زيه. ولو ركزتوا كده هتلاقوا لسه كمان في ريش عمال بينمو اهوت في الجناح، يعني العصفوره دي لما تخلص القلش بتاعها هتبقى كفلل قنبله. بنت الذين بتعض ديت جاهزه للشغل، المجمع بتاعها اهوت نظيف والضوافر كامله وقفشه صوابع رجليا زي ما تكون ماسكه حرامي. الجناحات بتاعتها هي تريش كامل، وادي الجناح الثاني تمام ما شاء الله ربنا يبارك. الكير اهوت بني والدبل شوشه موجوده. تعال نمسك بقى الذكر، الزوج دوت او القص دوت هنشتغل عليه ازاي علشان خاطر ننتج حاجه مميزه ويكون سعرها عالي. تعالى كده افرجكم من الاول على الذكر وبعدين اقول لكم هتعملوا ايه. ادي الذكر بتاعنا اهوت دوت بلاك وينج نورمال، الصبغه فيه ما شاء الله محترمه، مجمع نظيف والضوافر كامله اهيت، الكير كويس ولونه ازرق جاهز للانتاج، ريش الديل اهوت كامل. الزوج دوت كنت انا كان حد كان بيسالني على حاجه زي كده من كام يوم وانا قلت له عندي زوج بس بيقلش، فالريش بتاع الديل لسه بينمو، فما كانش الريش بتاع الديل كان كده، فهو افتكر ان انا بايع حاجه معيوبه او ان انا موري له حاجه معيوبه، فقال لي لا معلش انا مش هشتري عصفور وفي مشاكل في الريش. حبيبي ده مفيش فيه مشاكل، ولو في مشاكل انا اصلا مش هبيعه، ولو في مشاكل وانا عاوز ابيعه هقول لك في عصفور في مشكله كذا كذا كذا، يعني اول كلامي هقول لك ان في مشكله، مش هخبي عنك حاجه، مش محتاج ان انا اعمل كده الحمد لله، ربنا مرضينا وموسع علينا. ريش الديل اهوت كله طلع الحمد لله واكتمل اهو بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، وريش الجناحات كله اهوت كامل ربنا يبارك يا رب. ولسه العصفور كمان لما تمسكوه هتحسوا ان في زي قلش كده عمال بيطلع في جسمه. الزوج دوت
سعره 700 جنيه بس لو انت اشتغلت عليه. تطوير ممكن يوصلك انك تنتج زوج عامل 5000 جنيه، يعني خليك تجيب ثمنه حوالي 5 6 7 مرات. طيب ازاي هتجوز الذكر ده للانثى دي؟ الانتاج اللي هيطلع هيكون كله قرع زي الذكر كده، بس هيكون شايل الفلل وهيكون شايل البلاك وينج، وهيطلع في الانتاج جولدن لان الذكر عندك جولدن. كلام جميل، كلام جميل. طيب اعمل ايه بعد كده؟ ارد الانتاج لبعضه. لما ارد الانتاج لبعضه اللي اخواتي يتجوزوا بعض هيطلعوا لي ايه؟ هيطلعوا لي في الانتاج شوش وكروكات بلاك وينج، وهيطلع في الانتاج شوش وكروكات بلاك وينج. في حاجات هيكون فريش على كتفها، ممكن يطلع لك فلل كتفين، ممكن يطلع لك فلل كتف واحد، ممكن يطلع لك فلل كتفين نايمين. خد من الانتاج اعلى فرد كفلل وارجع عيد الكره تاني مع فرد يكون فلل عادي، بس المره الثانيه لما تيجي تعيد هتلاقي انتاج هيطلع كله فلل كتفين. الفلل الكتفين دي لما تجوزها لبعض هيطلع لك منهم زبلت جيل اول، هتاخد منهم دم اقوى كفلل، وتوصل للفلل الكتفين باقل التكاليف. القصه دي هتاخد منك قرابه السنه او سنه ونص بالكتير، تمام؟ بس الانتاج اللي هيطلع هيكون برقم محترم. حاليا دلوقتي السعر لو بتبيع بلاك وينج اوفلاين السعر للزوج الازرق قرابه ال 5000 جنيه، لو هو نورمال ازرق الزوج بيعدي ال 10000 جنيه. اللي فيكم مش متابع الاسعار بتاع البلاك وينج يسال في الاسواق ويعرف السعر عامل ايه، بس يدور على الفلل الكتفين من الحاجات السردات اللي سعرها قليل اللي الناس بتبيعها باي سعر. ده كده كان اول حاجه. اللي عاوز الطير دوت يتواصل معايا عن طريق يكلمني بالتليفون، هتلاقوا رقم قدامكم دلوقتي وممكن اشحنه له، او لو عاوز يجي يشرفني ويشوف الطير على الطبيعه من عينيا الاثنين يانس وينور. اخر حاجه بقى معانا وهو مسك الختام زوج الروز دوت، وده ان شاء الله رايح شحن على 100 غمر، مجهزين له بقى الكرتونه بتاعتنا اهيت، ونتوكل على الله دلوقتي ونروح نشحنه. بيننا و100 غمر وبين 100 غمر مسافه بسيطه. ادي الزوج بتاعنا اهوت، ما شاء الله البياض بتاعه ناصع. هفرجكم على كل حاجه فيه بالتفصيل وكل حته في جسم العصفور. انا بحب اعمل كده وقت الشحن عشان اكون مطمن على الطير واعرف صحه الطير عامله ايه، عشان لما يجي يروح للمشتري يبقى مطمن عليه. رقم واحد اهوت المجمع نظيف، الضوافر كامله في كل قدم، العينين حمراء وسليمه. معرفش الفلاش مبين لكم ان العين حمراء ولا لا. الريش ما شاء الله اهوت كامل تمام وكثيف، والعصفور جسمه كويس وملحم وبيعافر، ما هوش ضعيف. ده الصوت بتاع الروز، اسمعوه ده الصوت المعتاد ليه. ادي كده الفرد الاولاني معانا. الحاجات ديت شبابات كبيره جاهزه على الشغل باذن الله. تعال نحط ايه كده تقل، تعال نحط المتر دوت عشان ما الروز ممكن يزق الكرتونه ويطلع. الفرد الثاني الحاجات ديت هاديه وما بتعضش لان كان اغلبها تاكيل يدوي، فما هياش زي الطيور العنيفه اللي تلاقيها تقعد تهاجم وتعضك عضه جامده وكلام من ده. برضه هو الريش كامل اهو ما شاء الله، مجمع نظيف، الضوافر كامله، العينين سليمه والفك كويس. نجيب الجناح الثاني فرطه عليه برضه اهو زي الفل بسم الله ما شاء الله. دوت مرحله الشبابات، قدامه ان شاء الله شهر او شهرين بالكثير ويشتغل باذن الله. نحطه بقى مع الفرد دوت هنا كده تمام. بس هنقفل بقى عليه الكرتونه ونروح دلوقتي حالا نبعته شحن باذن الله. ربنا يبارك للمشتري ويكون باب رزق وخير عليه. اتمنى ليكم موسم سعيد ان شاء الله، تبقوا على خير ونشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.